أنا دكتور وعيالي مرتي وولدي وأطفالي ما تبرضنا بكل دا أبدا ما أخذنا دواء ولا راجعنا أطباء بس من مدة هالكم سنة تمرضنا وقعنا أفضنا الأمراض صارت مزمنة نسبنا الراحة والهمة دكتور دكتور دخل الله ودخلك من تاوينا يا ناس مصيبة مصيبتنا نحكي تفضحنا بطيئتنا نسكت تبتلنا علتنا بس وين نولي وجهتنا تلينا يا دكتور دكتور أمراض البينا ما تفيد وياها كنينة لا يفيد الكالسيوم ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم ذن يفيد مرض الجسم واحنا مو من هذا القسم أمراض الأدنى تنقسم أقسام وما إلها اسم دي